مرحبا، أنا أحمد، بدرس نظم معلومات في جامعة بوليتكنيك فلسطين. طبعا جامعة بوليتكنيك فلسطين كانت ولا زالت الرائدة في هذا التخصص منذ عام 1995، كما أنها تركت بصمة واضحة على المستوى الفلسطيني، حيث أن خريجون نظم المعلومات لهم بصمة واضحة على المستوى المحلي والعالمي. اخترت تخصص نظم المعلومات لأنه بيجمع بين مجالين، المجال الأول هو التكنولوجيا الحديثة والمجال الثاني هو الإدارة، وبيعمل على حل المشكلات الإدارية عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وبينمي مهارات الإبداع والابتكار عند الطالب، وبيعمل على صقل شخصية الطالب لتصبح أقوى في المجتمع. مجالات العمل لخريجين نظم معلومات واسعة وممتدة، حيث يمكنهم العمل في الشركات والبنوك بمختلف أنواعها مثل شركات الاتصالات والتجارة أو العمل في المجال الأكاديمي، أو حتى يمكنهم فتح مشاريع خاصة بهم. يعتبر تخصص نظم المعلومات من التخصصات الفعالة والمليء بالأنشطة المختلفة التي يقوم بها التخصص بالتعاون مع لجنة النشاطات الطلابية الذين هم من طلبة هذا التخصص، حيث قمنا بالعام الماضي بإقامة احتفال للطلبة الخريجين، كما أن الرحلات جزء من هذه النشاطات.